يجري اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن محادثات في باريس تركز على إسرائيل وأوكرانيا. ووفق البيت الأبيض سيناقش الرئيسان تعزيز حلف الناتو ودعم أوكرانيا وإرسال مدربين إلى أوكرانيا، كما سيبحثان التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من باريس مراسلتنا عزة غريب. عزة مرحبا بك. إذا هناك حربان على طاولة المباحثات الأمريكية الفرنسية بالإضافة إلى شكر من الطرف الأوكراني لفرنسا لتقديمها حزمة مساعدات عسكرية تتضمن ميراج 2000. تفاصيل أكثر حول هذا الاجتماع، يعني لاسيما أنه زيارة لافتة يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى باريس. تماما ميشا، هي زيارة لافتة، هي زيارة دولة، ولذلك هذا الاستقبال الفخم وهذه الكتيبة للأحصنة وكذلك عرض عسكري هنا في جادة الشانزليزيه وعند قوس النصر، حيث سيصل الرئيسان رفقة زوجتيهما بعد قليل، وسيكون هناك بعد ذلك لقاء على انفراد في قصر الإليزي بين الرجلين ومؤتمر صحفي يليه، ومن ثم اجتماع لمجلس الأعمال الأمريكي الفرنسي. أي أن الزيارة متعددة المحاور، ولكن بالنسبة للشق السياسي هي تركز على الحربين، حرب أوكرانيا وحرب غزة. بالنسبة للحرب الأولى كان هناك لقاء قبل ساعات هنا في باريس بين بايدن الرئيس الأمريكي والرئيس الأوكراني زيلينسكي، وتم تقديم حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة بقيمة 225 مليون دولار، وكذلك كان هناك تعهد من فرنسا بتقديم طائرات ميراج 2000 من طراز 5 للجانب الأوكراني وتدريب الطيارين الأوكرانيين على هذه الطائرات، على قيادة هذه الطائرات، إضافة إلى تدريب كتيبة عسكرية أوكرانية بنحو 4000 جندي داخل الأراضي الأوكرانية، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة. وهناك تهديد روسي بهذا الشأن، لأن ماكرون قال بأنه سيرسل جنودا إلى أوكرانيا، وكان هناك رد من موسكو كما تذكرين. بالنسبة للشق الثاني هو يتعلق بحرب غزة ومقترح بايدن لإنهاء الحرب، وكيف سيتم التنسيق الأمريكي الأوروبي للعمل على التهدئة، وقف إطلاق النار، وإطلاق خطة سلام للمرحلة المقبلة. شكرا جزيلا لك من باريس مراسلتنا عزة غريبة.